فجر يوم جديد، فجر الطلقة الأولى. المجموعة الفدائية الأولى لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح تتسلل إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وتفجر نفق عيلبون لإفشال مخطط إسرائيلي لسرقة مياه الأردن. انتهت المجموعة من تنفيذ العمليات المطلوبة منها كاملة في 31 من ديسمبر عام 1964 لتعود إلى قواعدها سالمة، ويصدر البلاغ العسكري رقم 1 لانطلاق الثورة الفلسطينية في 1 يناير عام 1965، وتكون فتح بذلك أول من تبنى الكفاح المسلح باعتباره السبيل الوحيد لتحرير فلسطين. فقد تحركت أجنحة من قواتنا الضاربة في ليلة الجمعة 31 من ديسمبر لعام 1964، وقامت بتنفيذ العمليات المطلوبة منها كاملة ضمن الأرض المحتلة، وعادت جميعها إلى معسكراتها سالمة. انطلقت الثورة الفلسطينية عام 1965، هذه الانطلاقة المجيدة قادتها حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح من أجل فلسطين، من أجل عودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه، من أجل بناء الدولة الفلسطينية على أرض فلسطين التي يعيش فيها كل أبناء الشعب الفلسطيني في ظل حقوق متساوية بين الجميع. وهذا ما طرحته حركة فتح منذ البداية، واستقطبت من خلاله كل هذه الجماهير الفلسطينية. أهمية حركة فتح تنبع من أنها حركة الشعب الفلسطيني، لأن كل إنسان فلسطيني له حصة بقدر أو بآخر في هذه الحركة. من هنا سميت حركة الشعب الفلسطيني وليست حركة في الشعب الفلسطيني. مش بس كل فلسطيني، كل لبناني، كل عراقي، كل سوري، كل حر في هذا العالم أتى ليناضل من خلال حركة فتح، يشعر أن هذه الحركة له فيها مكان وكان يجد فيها له فيها مكان. كل المراحل صعبة، مرحلة الانطلاقة كانت هي الأصعب، لأنه الحركة فتح عندما انطلقت كان هناك واقع مظلم يسود المنطقة، حالة من الظلام واليأس والإحباط تسود المنطقة، لأن الإسرائيليين كانوا يقولون أعطوني 10 سنوات من هدوء قادة إسرائيل أبني دولة إسرائيل الكبرى. لذلك انطلقت في ظل ظروف صعبة ومعقدة وفي منطقة حقيقة في غاية التعقيد، وكانت هذه سميت بثورة المستحيل، لكن هذا المستحيل أصبح واقع موجود ويمكن إنجازه. بدأ عصر الكفاح المسلح الذي عم المنطقة العربية لتعيد فتح الاعتبار للهوية الفلسطينية ولقضية فلسطين على الساحة الدولية. عملت الخلية التأسيسية لها برئاسة الرئيس ياسر عرفات على إنشاء القواعد العسكرية والقيام بعمليات التسلل إلى الداخل الفلسطيني وشن العمليات العسكرية ضد الاحتلال. تعرضت حركة فتح منذ البداية لحملات من التشكيك والملاحقة. اعتقل معظم قياداتها، وأول شهيد سقط أحمد موسى، واضح سقط بأي طريقة وهو عائد من عملية، وأول أسير محمود بكر حجازي كذلك الأمر. فلذلك هي بدأت الرحلة في المصاعب ومرت بظروف صعبة، ولكنها استطاعت من خلال نضالها وكفاحها وإصرارها وبالإرادة والإيمان، إنه في إرادة وفي إيمان وفي عدالة للقضية الفلسطينية، ومن خلال ما طرحته حركة فتح في أدبياتها بتبني الكفاح المسلح طريقاً لتحرير فلسطين. طبعاً هذا الكفاح المسلح وهذه المقاومة التي تجسدت في حركة فتح وفي معركة الكرامة بالتحديد، عندما صمدت بعد نكسة 67 قاتلت وصمدت واستطاعت أن تحقق خسائر كبيرة في قوات العدو الصهيوني في معركة الكرامة. طبعاً هذه التحولات في هذه المعارك الكبرى أعطت هذا الزخم للثورة الفلسطينية والحركة فتح، وتدفقت على معسكراتها عشرات آلاف الشبان الفلسطينيين والعرب بشكل لم تعد هذه المعسكرات تستوعب أفواج المتطوعين الذين أتوا للقتال، وكان أولهم الشهيد خليل عز الدين جمل من لبنان.
وكانت محطة مهمة تشيعه، قرعت أجراس الكنائس وعلى المكبرات بالآذان من الجوامع. حقيقة كان وهذا شكل مرحلة جديدة، أن الفلسطيني والمقاومة تستطيع أن تصمد في وجه هذا الاحتلال، وأن حرب الشعب هي وسيلة يمكن أن تصلنا إلى حقوقنا. يعني في محطات طبعا، يعني بدءا من معركة الكرامة إلى العمليات الفدائية داخل فلسطين المحتلة وفي قلب الكيان، يعني هناك عمليات نوعية لم يحصل مثلها أبدا. نحن نتذكر عمليات فدائية يعني في غاية العظمة، إذا بدك كانوا يقوموا فيها الشباب الفلسطيني، معهم شباب عربي لبناني إلى آخره، من كل البلاد العربية كانوا يشاركوا بهذه العمليات في قلب الكيان الصهيوني. بعد العام 1970 انتقلت حركة فتح إلى لبنان، وتركز جسمها العسكري في منطقة العرقوب عند منحدرات جبل الشيخ، تنفيذاً لنداء القائد ياسر عرفات: يا سارية الجبل الجبل. وقد بدأت في لبنان مرحلة جديدة من العمل السياسي والعسكري والإعلامي. استقطبت حركة فتح الجماهير العربية، والتحق بها المناضلون العرب من كل حدب وصوب. لبنان كان عزيزاً على قلب أبو عمار. أول قواعد أنشئت في الجنوب كان أبو عمار فيها، في بلدة كفر شوبة عند الله يرحمها أم الفهد بكفر شوبة وبفتح لاند وبكل الجنوب اللبناني. وكان مقر أبو عمار في بيروت بمنطقة الفاكهاني. كل فلسطيني أو كل لبناني في هذه المنطقة له حكاية مع ياسر عرفات، ولكل منا نحن رواية وحكاية مع ياسر عرفات، مالئ الدنيا وشاغل الكون. يعني كان الحماس الشعوب العربية عامة واللبنانيين منهم لدعم ورفض النضال الفلسطيني ومساندته في معركته ضد العدو الصهيوني كان كبير جدا على المستوى العربي ومن هذه البلدان بطبيعة الحال لبنان. وأنا أذكر أنه كيف الكثير من الشباب اللبناني انخرط في صفوف الثورة الفلسطينية وفي صفوف الفصائل الفلسطينية، ومنهم أخي مصطفى تطوع إلى مع الثورة الفلسطينية، وكان تدرب في اليرموك مع الشهيد أبو علي أيات، كان هو المسؤول عن المعسكر هناك، وآخرين كثر من أبناء المدينة الذين انخرطوا في الثورة الفلسطينية. وهذا كان يعني أمر طبيعي خصوصا بعد نكسة 67. وجد الشباب اللبناني والشباب العربي عموما أن الثورة الفلسطينية هي يعني الطريق اللي ممكن يعوض هذه الخسارة الكبيرة اللي حصلت في 67، وانخرط الشباب اللبناني بالعمل الفدائي الفلسطيني. تمكنت حركة فتح التي باتت تشكل العمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية من تحقيق انتصارات سياسية هامة. في 26 من تشرين الأول عام 1974 اعترف مؤتمر القمة العربية في الرباط بالمنظمة ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني. وفي 13 من تشرين الثاني من العام نفسه ألقى ياسر عرفات خطبته المشهورة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي، فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي. النضال الشعب الفلسطيني وتضحياته أوصل القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، بحيث أصبحت منظمة التحرير تحظى باعتراف دولي، وأيضاً يعني أصبحت القضية الفلسطينية حاضرة في المحافل الدولية، وهذا إنجاز كبير للشعب الفلسطيني
تحقق على يد القيادة الفلسطينية، وكان طبعا الشهيد أبو عمار عندما ذهب إلى الأمم المتحدة وخاطب العالم وقال العالم أجمع نحن شعب نريد حقوقنا الوطنية، نحن نريد دولتنا المستقلة، ونحن ننشد السلام، لا تسقطوا غصن الزيتون من يدنا. ولكن كمان أبو عمار لم يسقط الكفاح المسلح ضد العدوان الصهيوني، ضد الاحتلال الصهيوني، لم يسقط الكفاح المسلح، إنما العدو الصهيوني استمر في محاولاته الحثيثة لتصفية القضية الفلسطينية، ولا زال الشعب الفلسطيني في كل أرجاء الوطن الفلسطيني وفي الشتات يناضل من أجل استعادة حقوقه الوطنية فوق أرضه. فجرت الحرب الأهلية اللبنانية التي انتهت بالاجتياح الإسرائيلي عام 1982 وخروج قوات الثورة الفلسطينية عقب صمود أسطوري دام 88 يوماً. رحل الثوار من بيروت واستمرت الثورة. ب 82 خروج الثورة الفلسطينية من لبنان نتيجة الاجتياح بطبيعة الحال، وكمان طبعا كان في ضغوط هائلة على لبنان وعلى الثورة الفلسطينية لكي تخرج من لبنان، ولكن هذا الخروج لم ينهي الثورة الفلسطينية ولم ينهي المقاومة في لبنان، بل يعني المقاومة الوطنية اللبنانية أخذت وتعلمت دروس كثيرة من الثورة الفلسطينية. يعني الثورة الفلسطينية كانت حافز للمقاومة الوطنية اللبنانية لكي تقوم بالأدوار التي لعبتها بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي لبيروت وجبل لبنان وصيدا وصور والنبطية والبقاع الغربي ومرج عيون وحصبية. لم تنكسر الثورة الفلسطينية بمعنى الانكسار، إنما كما عرفنا يعني بعد خروج الثورة الفلسطينية من بيروت حصلت مجازر في لبنان بحق اللبنانيين والفلسطينيين في صبرا وشتيلة. يعني كانت هاي محطة مؤلمة جدا، ولكن كشفت أوراق كثيرة وكشفت عن يعني عنصرية هذا العدو الصهيوني وما ارتكبه من جرائم بحق اللبنانيين والفلسطينيين، ولا زال يرتكب جرائم بحق اللبنانيين والفلسطينيين. آمنت قيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح بالمرأة شريكا متساويا مع الرجل في كل الميادين القتالية والتنظيمية والسياسية والاجتماعية، ومن مواقع عديدة لعبت أدوارا مهمة وما زالت في الدفاع عن وطنها وتعزيز صمود شعبها. كان في نضال للمرأة الفلسطينية من أيام الانتداب البريطاني لغاية ثورة البراق، لغاية ثورة 36، لغاية النكبة وما بعد النكبة، وبلش يتبلور دور المرأة الفلسطينية في النضال، وبدأت تأخذ حيز أوسع في النضال، وبدأت بمشاركتها في المعسكرات التدريبية. فمن هنا انطلقت المرأة وبدأت تأخذ المناصب والمراتب التي تستحقها طبعا بجدارة وبتمكين، وهذا كان دور لحركة فتح وللاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بدورات التدريب والتمكين، إن كان عسكريا وإن كان تمكين بمهارات القيادة وبالمهارات الحياتية، من أجل أن تثبت جدارتها وأن تكون قادرة وفاعلة وتكون مشاركتها قوية. فالمرأة الفلسطينية انخرطت في صفوف المقاومة، قاتلت واستشهدت واعتقلت ويعني ضحت من أجل أكيد القضية العادلة. فمن هنا كانت دور رائدا جدا، وكانت أول أسيرة معروفة هي فاطمة البرناوي الله يرحمها ودلال المغربي، من الفتيات المناضلات اللواتي يعني قدمنا الغالي والنفيس من أجل القضية الفلسطينية التي تستحق فعلا الدفاع عنها. وأطول احتلال مر به في العالم هو احتلال دولة فلسطين.
تختزن أحياء بيروت فصلاً مهماً من فصول الثورة الفلسطينية، وكان لجامعة بيروت العربية رمزيتها ودورها المركزي في استقطاب الطلاب العرب. تبنى القائد ياسر عرفات هؤلاء الطلاب وهو أضحى رمزاً بالنسبة إليهم، وقد التحق عدد كبير منهم بالثورة الفلسطينية. الأخ القائد أبو عمار كان يحتضن اتحاد طلاب جامعة بيروت العربية ويخصصه بمساعدات مالية كبيرة جداً كي يتمكن هذا الاتحاد من صرف الأقساط الجامعية، إما إعفاء كامل وإما مساعدة نصف القسط. والأخ أبو عمار كان حريص جداً 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 على تأمين الأمن وخصوصاً للصبايا العرب الوافدين إلى بيروت. كان يعتبر الأخ القائد أبو عمار جامعة بيروت العربية وطلابها هم منبره وصوته في العالم العربي، كون أن جامعة بيروت العربية في تلك المرحلة كانت تضم حوالي 26,000 طالب، 26,000 طالب من معظم الأقطار العربية، حتى كانوا من داخل الأرض المحتلة من هالمنطقة بالذات ومن الجامعة العربية بالذات. كان الأخ أبو عمار يوصل رسائل للعدو الصهيوني ولغير العدو الصهيوني، كان يوصل رسائل للصديق وللقريب وللبعيد وللحليف وللعدو. وكان كانت هذه المناسبات الناس تنتظرها، والإعلام كان ينتظره، والصحافي كانت تنتظره، فكانت المكبرات الصوت تنحط على الميكروفونات، تنحط على البلكونات، وخصوصا في محيط الجامعة، كي لا يعني اللي ما قادر يوصل نسبة للعدد الكبير الهائل من الجماهير التي كانت تقف وتنتظر كي تشاهد الأخ القائد أبو عمار، كنا نحط ميكروفونات على البقونات والشرفات الناس حتى الأخ أبو عمار يوصل. ثورة تسكن الأزمنة والأمكنة، في كل يوم تولد على مسامعنا حكاية جديدة من حكايات مجدها وذاكرتها التي تختزنها الأجيال. بعد كل السنين الفاكهان تفتقد لقائدها الذي بايعته. تشهد يا عالم علينا وعبيروت، تشهد الحرب الشعبية يوم كانوا بالشام، كان عنده سائق الخاص أبو زكي، صار عندهم إشكال بالسيارة بالشام، أخذوا على شركة الفولفو، ما قدروا يساووا ودوروا إيشوا على بيروت، إيشوا من هوني هيك. كان أول شيء سيارته الخاص فوت على الموقف جوا، هني وفاتين أبو زكي قال لي يا جارو، كان يقول يا كارو ما كان يقول جارو، قال لي يا جارو تعال. رحت هلا طلعت أنا أبو عمار بعده قاعد بالسيارة، طول عمره بس توقف السيارة بيفتح الباب و بسرعة هائلة بيطلع. قال لي ايش الضوء هيدا يا جارو على التابلو؟ طلعت قلت له افتح الغطاء، فتح الغطاء، مديت ايدي عملت شغلة صغيرة، قلت له خلاص، قال لي خلاص، سكت الغطاء. اجى ابو عمار الله يرحمه مد راسه من الشباك، قال لي قرشك حلال، قال لي قرشك حلال، أعطيك إياه. أنا جبيني عالي بالنسبة للشهادات يلي أنا أخذ منهم، ما في يوم عزتهم بشيء أبداً أبداً،
ابدا ما عرفتهم بشيء. مره طرقات مسكره بنزين مقطوع كذا كذا، جيت انا طلعت لفوق مرحبا شباب، ما لقيت اعطوني 3 بونات بنزين، لان هونيك عندنا ما كان في بنزين، بس ما طلبت منه انا بنزين. عرفتي كيف؟ يعني كانوا يخدموا العالم بدون ما يرفقوا كجميلة لحديد آخر يوم وقت المؤامرة اكتملت وراحوا على تونس وما بعرف وين. ما حدا قدر يقول أنه منظمة التحرير نصب علينا أو ما شابه، كل واحد كان ياخد حقه وبزيادة. يلي ترك فيي خسرت أنا أبو عمار والشباب يلي كان عنده خسرتهم. واشهد يا عالم علينا وعا بيروت صبرة والمية ومية، شاتي لو برج البراجنة يا بيروت وبالمتحف شافوا البالية. 80 يوم نسمع ناس يا بيروت كلهم من الإذاعية بالصوت كانوا معنا يا بيروت والصورة ذابت في المية. رحمة الله على الزعيم ياسر عرفات. في مثل هذه الأيام كانت طريق الجديدة وبيروت تشعر فيها حقيقة أنه زي عيد، في مناسبة اسمها الانطلاقة، إطلاق أحياء وشوارع بيروت، وخاصة هي منطقة طريق جديدة. كان يعتبر الرئيس ياسر عرفات أنه هيدي منطقة الفاكينة، كان هو يعد طريق جديدة كلها أنه اسمها الفاكينة، فكان يحب يتمشى بالمنطقة بأحيائها بشوارعها، يفوت يتفقد المكاتب فجأة، يفوت ليشوف شو في شيء سلبي شو في شيء إيجابي. كان يتردد لعنده للرئيس ياسر عرفات، كان الصغير والكبير أي واحد يجي يقول بدي قابل الرئيس ياسر عرفات في قابله، يعني الحرس اللي تحت بيحكي مع ضابط الإدارة فوق بيقول له أوكي، بيحكي مع الرئيس ياسر عرفات بيقول له دخول. يعني يوم اللي كان قبل ما فل الرئيس ياسر عرفات أو تم خروجه، وكان فيليب حبيب الأمريكي المبعوث الأمريكي كان عم يعمل تفاوض لانسحاب الثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير، سألوا للرئيس ياسر عرفات وين رايح؟ قال لهم علناً إلى فلسطين، وراح إلى فلسطين وعمل ثورة وعمل كيان. اليوم عم نشوف كل العالم، جماهير الشعب الأجنبي والعربي والمسلم والمسيحي عم يحتفل دائماً بعلم فلسطين. طريق جديدة كلها بتقول رزق الله على أيام الرئيس ياسر عرفات، وبيترحموا عليك ورحمة الله عليك. ثمانية وخمسون عاماً وشعلة الثورة تضيء من خيام اللجوء والشتات إلى مخيمات الفدائيين وحتى أرض الوطن، وهي تتقد بدماء آلاف الشهداء والجرحى وصمود الأسرى لأجل أن تنير فضاء فلسطين ودروبها. هي دروب الآلام التي ما زال الشعب الفلسطيني مصمماً على السير فيها حتى تحقيق الحلم بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ثورة فتح، ثورة النور والنار، والأمانة التي يحملها الأمناء رفاق النضال. نحن هنا مرابطون، نحن هنا باقون، نحن هنا صابرون، نحن هنا صامدون، نحن باقون هنا حتى تحرير فلسطين وأرض فلسطين وتكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين إن شاء الله. إلي يا نار الثورة وضوي بالدار، جمرة بتولع جمرة وتشم